نعم يا رب، الدنيا فيها رياحين، فيها ورود، طيبت أنفاسها من وقت الأوجدة، ودنيا فيها روايح من نوع تاني، فيها تلوث وفيها نفس حطه الإنسان مسم بين ريحة الزهرة وريحة السم في مشوار الموت وريحة النتاني. ياما أوقات بيتنفس الإنسان ملء روايه لأنه الدنيا عم تعبق بالطيوب اللي خلقتها، وياما إنسان بكتير مرات بالكاد استرجى يتنفس لأنه عبى الدنيا بالروايح اللي هو خلقها. وانت ريحة القداسة، ريحة العالم الآخر المنطيلع صوبك، بخور التوبة. انت يا رب طيب أنفاسنا بريحة الحياة، إلك المجد. آمين.